إن يوم الحشام أقرح جفوننا وأشبل دموعنا. العاطفة الدينية، تقييم وتقويم. لو كان موسم عاشوراء فقط للمحاضرات والقصائد لكان موسما خاصا لفئة المفكرين والأدباء، ولو كان الخطاب الديني ينتهج فقط تأجيج العواطف فإنه سيبني أمة ضعيفة لا تصمد أمام غزو التيارات يسهل تخديرها، مثلما رفع العباسيون شعار يا لثارات الحسين استغلالا لعواطف الناس ضد الأمويين، ولما انتصروا اتضح أنهم أكثر إجراما. إن تصوير شخصية الحسين عليه السلام شخصية مسكينة تذعن لأعدائها هو نقيض شخصية الحسين العظيمة الذي كان يردد هيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. كما أن تصوير شخصية سيدتنا زينب ابنة علي عليهما السلام بالمرأة المنكسرة المنهارة هو خلاف شخصيتها العظيمة التي كانت تخاطب يزيد بكل شجاعة وكبرياء، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. ينبغي خضوع العواطف للضوابط العقلية الواعية والبصيرة الشرعية، ولذلك تضمنت توجيهات آية الله العظمى السيد السيستاني إلى أرباب المنبر الحسيني قوله وليحذر المرء من الابتداع والبدع، وهي إضافة شيء إلى الدين ليس منه ولا حجة موثوقة عليه فيه، فإن الابتداع في الدين من أضر وجوه الضلالة فيه. ينبغي تفعيل الفكر والعاطفة في الالتزام بأخلاق أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام لجابر الجعفي أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. ولهذا كان موسم عاشوراء محل جذب الجماهير بكل شرائحهم، لأن الحسين عليه السلام جمع بين العبرة والعبرة وبين الفكرة والدمعة.